الفصل الثالث باقي معنا شيء. خلنا فيما تقدم قبل الدراسه لابد من معرفه امور. لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا اخترنا دراسه مثلا الاصول الثلاثه؟ ما هي الاصول الثلاثه باختصار؟ اسئله القبر. وما هي الثمر التي نجنيها من دراسه الاصول الثلاثه؟ ثم فهم رصد هذا المثل المبارك. القسم الاول المسائل الاربعه سوره العصر: علم وعمل ودعوه وصبر. القسم الثاني المسائل الثلاثه، قلنا ان المساله الاولى افراد الله سبحانه وتعالى بالربوبيه بالاسماء والصفات. المساله الثانيه افراد الله سبحانه وتعالى بالالوهيه بالعباده. المساله الثالثه تحقيق البراءه من الشرك واهله بالقلب واللسان والجوارح. هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما يتعلق بالإجابة عن سؤال لماذا ندرس التوحيد. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى شرع في القسم الرابع ببيان الأصول الثلاثة وتوقفنا هنا. ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في معرفة الرب سبحانه وتعالى ما يتعلق بأن من صرف شيء من العبادة غير الله فهو مشرك كافر. وأنواع العبادة ذكرنا تقسيم الدعاء، تقسيم الذبح، تقسيم الأقسام، يعني أقسام الدعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة، وكذلك الذبح، ذبح لله وذبح لغير الله محبة لتعظيم الشرك أكبر، وذبح جائز. وكذلك الخوف، خوف واجب وخوف محرم وخوف جائز. وكذلك النذر، نذر الله ونذر لغيره. نبدا في الاصل الثاني من الاصول الثلاثه. من يذكر لي الاصل الثاني من الاصول الثلاثه؟ انا ابتدا المراجعه في هذا الدرس. الاصل الثاني من الاصول الثلاثه، نعم. معرفه دين الاسلام بالادله. معرفه دين الاسلام بالادله. ذكر المؤلف في هذا القسم ما يتعلق بمراتب الدين، فما هي مراتب الدين؟ لو قال لك انسان ما هي مراتب الدين؟ تقول مراتب الدين ثلاثة: إسلام، وأعلى من الإسلام إيمان، وأعلى من الإيمان إحسان. مراتب الدين ثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان، وكل مرتبة لها أركان. أركان الإسلام خمسة، أركان الإيمان ستة، أركان الإحسان قلنا الإحسان ركن واحد. طيب إذا لو سئلت ما هي مراتب الدين تقول ثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان، وكل مرتبة لها أركان. الأول من مراتب الدين الإسلام. فإذا سألك سائل قال هل أنت مسلم؟ تقول نعم مسلم. يقول ما هذا الإسلام؟ تقول الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. وذكرنا التوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، لا يمكن أن تصرف شيء من التوحيد لغير الله. فالمسلم يفرد الله سبحانه وتعالى بانواع التوحيد الثلاثه. اي نعم، وغير المسلم مشرك كافر نسال الله السلامه عنه. استسلام لله بالتوحيد تسلم على ما ذكرنا في الدرس الماضي. ولا يمكن ان ياتي انسان وقال انا حر واصنع كذا واصنع كذا. نعم، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد. اذا لابد ان ينقاد ويطيع، والانقياد له بالطاعه، وضد الطاعة معصية نسأل الله السلامة عنه. والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إذا لابد أن تبرأ من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح. هذا هو الإسلام، هو الإسلام. استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله،
ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ ذكرنا فيما تقدم أن الشهادة لابد لها من ركنين. نفي وإثبات، كفر وإيمان، تخلية قبل التحلية. لابد بلا إله إلا الله من ركنين. إن لم تأتي بأركان الشهادة انهار البناء، يعني لست بمسلم. كفر بالطاغوت قبل الإيمان به، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لا إله نافي جميع ما يعبد من دون الله، يعني تكفر بكل ما يعبد من دون الله وتقول بكل ما عبد من دون الله فعبادته باطل، وتثبت العبادة لله لا شريك له. لا إله نافي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبت العبادة لله لا شريك له. إنني براء مما تعبدون، لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. ومعناها لا معبود بحق إلا الله. لو قال قائل، فتح الله عليك، لو قال قائل معنى شهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، صح ولا من يعني؟ لو قال في معنى شهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، نعم أبطل الباطل. هذا معناه أنه يقول أن كل ما عبد من دون الله فهو إله ومعبود حق. لا بد من الكفر بالطاغوت. لا معبود بحق، يعني كل ما عبد من دون الله فعبادته باطل، والمستحق للعبادة هو الله الذي يعبد الأشجار، أحجار، أصنام، والأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذه العبادة باطل. لا معبود بحق، إذا المستحق للعبادة هو الله، ولا يصح أن يصرف شيء من العبادة لغيره، لا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لغيره. فتح الله عليك. إذا لابد بلا إله إلا الله من ركنين، كفر بالطاغوت ثم إيمان بالله. طيب شهادة أن محمدا عبد ورسول، مقتضى شهادة أن محمدا عبد ورسول، ما هو مقتضى شهادة أن محمدا عبده ورسوله؟ وأنا مقتضى شهادة أن محمدا عبد ورسول، نعم، أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر. لا بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نبلغ عليها طاعته فيما أمر. إذا كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم نقول سمعنا وطعنا، طاعته فيما أمر. الثاني تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبره، حتى وإن كنت لا تتصور هذا الأمر تقول آمنت صدقت وسلم، نعم تصدق ولا بد. وضد هذا نسأل الله السلام العافية التكذيب، ما يستطيع أن يكذب شيء مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، نعم هذا المسلم. واجتناب أي تجعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في جانب وأنت في جانب آخر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. الرابع وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني أي لا نأتي بعبادة إلا بعبادة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رد على البدع، على البدع. لو أراد مثلا أن يصلي الظهر خمس ركعات يصح، يا أخي في الركعة الخامسة يقرأ الفاتحة ويركع ويسجد ويرفع ويصنع كل شيء، يصح ولا يصح؟ سبحان الله، هل يعاقب على الصلاة؟ ما يعاقب. قل له صلي خمس ركعات، ست ركعات، عشر ركعات، لا اشتغل يا اخي، يصح؟ لا يصح. نقول لا تعاقب على الصلاة، تعاقب على مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان بهذا خير لزاد النبي عليه الصلاة والسلام.
العبادات. المنع نعم، العبادات توقيفية يعني توقف فيها على مارس الكتاب والسنة. فتح الله عليك شهادة محمد عبده ورسوله. طيب أركان الإسلام من يذكرها لي؟ أركان الإسلام نعم نعم خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد ورسول. وقلنا يا من ثناء إلى الله من نفي وإثبات كفر بالطاغوت وإيمان بالله لا معبود بحق إلا الله وطاعة بالأمر وصدق بالأخبار واجتماع عنه ونهى وزجر واللعب بالله بما شرع. ثم إقام الصلاة. إذا لابد من أداء الصلوات الخمسة المفروض، ولابد أن تكون مع الجماعة للرجال البالغين، لأن أقل ما يقال في صلاة الجماعة للرجال البالغين أنها واجب، إن لم نقل بأنها شرط لصحة الصلاة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واركعوا مع الراكعين، شرعت الجماعة حتى في الخوف. نعم، صلاة الخوف في القتال في الجهاد في سبيل الله. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع عليه سبيل. هذا كان الإسلام الخمسة. فتح الله عليك. نعم يا شيخ سفيان، لو يترك توزيع الكتب إلى بعد الدرس. الإيمان، ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ تعريف الإيمان خلفه. نعم، الإيمان شرع. لا، أنا ما أريد أركان الإيمان، أريد تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فتح الله عليك. نعم أنت. نعم، اعتقاد بالقلب، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أمور خمسة بالتعريف. إذا اختل شيء من هذه الأمور الخمسة هذا ليس الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول عمل اعتقاد يزيد وينقص، هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة. يقول بلسانه، يقول لا إله إلا الله بلسانه، لكن نسأل الله السلامة العافية لا يعتقد بقلبه. كتابة ممنوعة. ماذا قلت؟ يقول تعرف الإيمان. لا لا لا، ما قلت تعرف الإيمان، قلت سؤال. سمعت هذا السؤال؟ هذا الإشكال لأنك تكتب في الدرس. استمع. كل ما أقول مكتوب، وأنا أنقل ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شروحاته. نعم. ذكرتم بأن الإيمان، اسمع معي السؤال. يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه، لكن لا يعتقد بقلبه، هل هذا مؤمن أم لا؟ يا أخي يقول لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ورسوله بلسان، لكن ما يعتقد بقلبه، مؤمن؟ لأنه ما اعتقد بقلبه. ماذا يقول؟ قلتم بأنه قال لا إله. إيش يقول هذا؟ ماذا نسميه؟ هو كذب. لا أحد يتكلم. صحيح، ماذا نسميه؟ منافق نفاق أكبر، لأن المنافق نسأل الله السلامة العافية
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول، هذا باللسان لكن بقلبه لا يشهد بهذا، ما يعتقد، فهذا منافق نفاق أكبر اعتقاد. فتح الله عنه. طيب يعتقد بقلبه، يعتقد أن لا معبود بحق إلا الله وأن محمد عليه الصلاة والسلام عبد الله، يعتقد كل شيء لكن ما يقول باللسان مؤمن أم لا. من يعني يعتقد بقلبه لكن لا يقول باللسان. أخوان من يعني يعتقد بقلبه لكن لا يقول باللسان، ما هو كافر؟ يا أخي يعتقد بقلبه لكن ما يصرح بلسانه، ما يقول بلسانه أبدا، هذا ماذا نسميه؟ كافر. يعتقد بقلبه يا رجل. محمد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أئمة الكفر على هذا، فرعون على هذا، أبو جهل على هذا، يعتقد بقلبه لكن ما يصرح بلسانه، كافر كفر أكبر. ولا شك قلنا لابد من أمور خمسة: قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص. طيب فتح الله عنه، من يذكر لي أركان الإيمان؟ إخوانا أركان الإيمان سبحان الله جدا، من يعلم؟ سبحان الله. ولماذا خاف؟ نعم، الركن الأول أن تؤمن بالله، على الإيمان أن تؤمن بالله. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بوجود الله. كيف يكون الإيمان؟ كيف يحقق الإنسان الإيمان بالله؟ يؤمن بتوحيد الربوبية والألوهية وأسمائه والصفات، ويؤمن بوجود الله، لأن هناك من ينكر وجود الله أصلا. وقد تقدم معنا الأدلة إجماعا على وجود الله أربع: العقل والحس والفطرة والشرع. إذن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، والإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. هذا الإيمان بالله. الركن الثاني من يذكر لي؟ نعم، بسم الله. القضاء والقدر، تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة، نؤمن بأنهم عالم غيب، عالم غيبي لا يرى، يعلمون الغيب؟ لا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا أحد يعلم الغيب إلا الله. عالم غيبي أي غاب عنا لا نراه، يطيعون الله ويعصون. لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب، لهم أرواح روح القدس، أجساد جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وعقول وقلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم. نؤمن بكل الملائكة إجمالا عليهم السلام، ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائه: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وصفاته: لا يعصون الله من مرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وكذلك أعمال الملائكة. جبريل عليه السلام وكل بالوحي، ملك الموت قبض أرواح الخلق، والأخبار التي جاءت عنه فتح الله عنه. هذا الإيمان بالملائكة، أن تؤمن بالله ملائكة. الثالث، نعم، وكتبه، تؤمن بالكتب. كيف يتحقق الإيمان بالكتب المنزلة من السماء؟ تؤمن بأنها كلام الله تكلم بها حقيقة،
وأن منزل لا مخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بكل الكتب إجمالا، وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسماء، من أسماء الكتب القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى عليه الصلاة والسلام، نؤمن بها إجمالا، وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها وأخبارها وأحكامها ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب ومهيمن عليه. فتح الله عليك. نعم، الركن الرابع. نعم، الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، ليس لهم شيء من خصائص الربوبية، صح؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يخلق؟ لا. الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم ويدهم بالآيات، أدوا الأمان ونصح الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق الجهاد. نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إجمالا، وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته والآيات التي يدعو الله سبحانه وتعالى بها والأخبار التي جاءت عنه إجمالا وتفصيلا. من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام من؟ نبينا عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام، موسى وعيسى وإبراهيم ونوح وغيره من الأنبياء والرسل، وآدم عليه الصلاة والسلام. ونؤمن أن أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح، وخاتم الأنبياء والرسل محمد عليه الصلاة والسلام. هل يمكن أن يأتي أحد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي النبوة والرسالة؟ كل من ادعى النبوة والرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، والله لا شك في كذب وكاذب، صح؟ نعم. بعض الناس يمشي أحيانا أو يدخل المسجد ويتخيل قد ينزل عليه جبريل بالوحي، صحيح؟ صح أم لا؟ موجود؟ وجد موجود. فإذا اعتقد إنسان هذا ينزل عليه الوحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب وكاذب، مفهوم؟ نعم، قطع الوحي بموت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. هل ينزل الوحي على أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم؟ لا يمكن. فتح الله عليك. بعد هذا الإيمان يا إخوان، نعم آخر. الإيمان باليوم الآخر. هذا الركن الخامس الآن. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. كل شيء يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. خروج الروح وقبض الملائكة لها للروح، صعودهم بهذه الروح إلى السماء، تفتح وتغلق لها أبواب السماء، عودتهم بها للجسد يسمع قرع نعاله، سؤال الملكين في القبر، عذاب القبر، نعيم القبر، البعث، النشور، الجزاء، الصراط، الجنة، النار، الشفاعة، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. كل شيء يكون بعد الموت هو من الإيمان، نعم، باليوم الآخر. طيب، الركن السادس، الإيمان بالقدر خير وشر.
الإيمان بالقدر قضاء القدر. يذكر العلماء رحمهم الله أن مراتب الإيمان بالقضاء القدر أربع، من يذكرها لي؟ إخواننا هذا مذاكرة الأصل أنكم تذكرون لي كل شيء. نعم فتح الله عليك. أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى وقع كيف يقع. نعم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. العلم أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء. الثاني: الكتابة، أمر الله سبحانه وتعالى الطلب بأن يكتب مقادير كل شيء لن تقوم الساعة. كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب، فبما العمل؟ قال: اعمل فكل ميسر لما خلق له. تتعاطى الأسباب، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسن. أي نعم، هذا الكتاب. الثالث: المشيئة. هل للعبد مشيئة وإرادة؟ نعم، لكن تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني هذا الأخ يقول بعد الدرس أريد أن أذهب إلى مكان كذا وكذا، له مشيئة وإرادة، شاء الله لهذا الأخ أن يذهب ذهب، شاء الله سبحانه وتعالى لو اجتمعت الأمة على أن يجعل يذهب لن يذهب. صح، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرابع: الخلق. فالعبد مخلوق، نعم، وأعماله تابع له في مخلوق مثله، والله خلقكم وما تعمل. فتح الله عليك. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. الإحسان، الإحسان، قلنا أن الإحسان ركن واحد، تحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة أو عبادة مراقبة. عبادة المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله. هذه عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يمكن أن تصل إلى هذه المرتبة؟ نعم. إن لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا بد أن تخرج عن المرتبة الثانية. فإن لم تكن تراه فإنه يراك عبادة خوف وهرب، تسمى عبادة مراقبة. فتح الله عليك. عبادة مشاهدة رغبة وحب وشوق لما عند الله، عبادة مراقبة خوف. طيب، ما هو الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان؟ نعم، الدليل، الدليل هو حديث، حديث جبريل عليه السلام، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المتأدب المتعلم، أنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يظهر هذا الأثر، أثر طلب العلم على طالب العلم. نعم، فتح الله عليك. طيب، الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، إخوانا، الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، ما شاء الله، بسم الله، معرفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن نعرف عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمور، منها نسب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما على النبي أفضل الصلاة والسلام. هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، له من العمر كم؟ له عمر النبي صلى الله عليه وسلم كم عاش في هذه الدنيا؟
63 بعث وكان لديهم العمر كم؟ 40. طيب هل هو نبي أو رسول؟ أسأل اللي يعرف أربع أسماء. لابد أن تعرف هل النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي أو رسول؟ نبي ورسول. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول أي آية أو أي سورة؟ أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول يا أيها المدثر فتح الله عليك. وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي أقرأ باسم ربك الذي خلق. إذا هل النبي صلى الله عليه وسلم نبي أو رسول؟ نبي ورسول. نبئ بأقرأ وأرسل بمدثر. أصبر. بلده أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أين ولد؟ ولد النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ ولد بمكة وهاجر إلى الحبشة أو إلى الطائف أو إلى المدينة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة أو إلى الطائف أو إلى المدينة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. طيب ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى ماذا يدعو؟ دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى ماذا يدعو؟ ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أهم ما يكون. يدعو للتوحيد وينذر عن الشرك. إذا لابد لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده أن يدعو لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو لله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك. إلى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى من؟ إلى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى قوم خاصة؟ إلى العرب؟ أو إلى من بعث النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم للعالمين. الله يفتح عليك. بعث إلى الثقلين من الجن والإنس. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة إلى الجن والإنس؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا أن كل من بلغته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو الله يفتح عليه كائنا من كان. مثلا أهل الكتاب الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغتهم الدعوة لم يدخلوا في دين النبي عليه الصلاة والسلام، حتى من كانوا على ما كان عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين قبلوا، فهم ما شك بكم. ما الدليل؟ الدليل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ويدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. إذا كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كائن من كان. هذه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي بعث إلى قوم خاصة وبعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة بل إلى الثقلين الجن والإنس. نعم. هل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الدين أو بقي شيء لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يعلم؟ يا أخوان سؤال واضح. هل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أمر الله سبحانه وتعالى بتبليغه أو أبقى شيء لم يبلغه للأمة؟ نعم يا لا لا خلف. أي نعم. لم يبقى شيء. ما معنى هذا؟ أن لو جاء إنسان وقال جاء النبي عليه الصلاة والسلام البارحة في المنام وقال أخبر أهل مسجد الأطراف أن صلاة الظهر 5 ركعات
غدا إن شاء الله. يمكن هذا؟ نقول كذبت. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه وكذا، قل كذبت. هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى شيء لم يبلغه للأمة. ومن قال لك أصلا؟ نقول لهذا، من قال لك أصلا أن الدين يثبت بالروح والمنامات؟ الدين يثبت بماذا؟ بالكتاب والسنة، صحيح؟ رؤى منامات. هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ شيء، أبقى شيء على ما يبلغه. إذا بلغ عليه الصلاة والسلام كل ما أمر الله سبحانه وتعالى بتبليغه، وهذا الدين كمل. ما الدليل؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اجلس فتح الله عليك. هل مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ إخوانا، هل مات النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ من يعرف؟ نعم نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر يلحق وما يلحق البشر. طيب، يبقى معنا ما يتعلق بخاتمة الأصول الثلاثة. ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخاتم ذكر منها، متى يغلق باب التوبة؟ من يعرف؟ متى يغلق باب التوبة؟ يغلق باب التوبة عند الغرغرة حضور الوفاة، أو عند طلوع الشمس مغربا. الله يفتح عليك. نعم، الهجرة، الهجرة تكون من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو من بلد الإسلام إلى الكفر. من يعلم؟ سبحان الله، بقي ما أعلم. نعم، من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو العكس. طيب، ما تسمع بعض الناس اليوم يقول فلان مهاجر من المغرب إلى كذا؟ هذا ليست الهجرة، هذه ضد الهجرة، صح؟ إذا الهجرة هي انتقال من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام، صح؟ طيب، هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه باقية إلى متى؟ متى تنقطع؟ إلى قيام الساعة. نعم؟ طيب، الطاغوت، فتح الله عليك. ما هو الطاغوت؟ نعم يا أخي. الطاغوت ما تجاوز من عبد حد، تجاوز الحد في الأحجار والأشجار وصار يعبدها من دون الله، فقد جعلها طواغيت. ما تجاوز من عبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع. هل يمكن يعبد العلماء؟ يطيع العلماء في معصية الله؟ لا. فتح الله عليه. قالوا الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، من يذكر لي رؤوس الطواغيت الخمسة؟ نعم، إبليس. إبليس، نعوذ بالله منه. والثاني من عبد وهو راض. لو جاء لك إنسان وانحنى لك راكع وسجد لك، ماذا تصنع؟ سلم عليك إنسان ثم ركع أو سجد لك، ماذا تصنع؟ تقول له أحسنت بارك الله فيك؟ هكذا يكون توقيرا العلماء وكذا؟ لو قلت له هذا فأنت طاغوت. نعم، من عبد وهو راض لا بد أن تنكر. إذا أنكرت فأنت يا أخي، إذا أنكرت فأنت موحد، وإن أقرت طاغوت. الله يفتح عليك. الثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه مثل فرعون، قال ما علمت لكم من إله غيري. الثالث أو الرابع، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، من ادعى شيئا من علم الغيب. كل أحد يدعي علم الغيب فهو كاذب وكافر. الخامس، من حكم بغير ما أنزل الله معتقد، لابد بهذا الضابط، إذا اعتقد أن حكم الله لا يصلح أو حكم فلان من الناس أو القوانين مثل حكم الله وأحسن فهذا. طيب،
يبقى معنا آخر شيء الجهاد، إن شاء الله نتكلم عليه في الدرس القادم بعد صلاة العصر، والله أعلم، وصلى الله على نبي محمد وآله وصحبه وسلم. Vas-y, prends-en un instant.